نروح لمجلس الوزراء. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، النهارده كان في اجتماع خاص ايضا بالطروحات الحكوميه. ما احنا ماشيين على التوازي، نتكلم على استثمار مباشر، نتكلم على طروحات. سيادة المستشار محمد، اولا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ماذا عن الجديد في الطروحات؟ نتكلم على اجتماع النهارده الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. في الحقيقة يا فندم، يعني موضوع سياسة ملكية الدولة، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية دعم دور القطاع الخاص بتأتي كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة. الدولة كما سبق وأن أعلنت، الدولة ملتزمة بدعم دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك الدولة أعلنت من قبل أنها جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة.